متابعة دقيقة تقوم لجان الفوتشيتو العسكرية بإجراء التفتيش الفحصي لآمرية موقع واسط ووحداتها، إضافة إلى مدرسة الانضباط العسكري ومركز تدريب واسط، لنطلع سوية على تفاصيل هذا التفتيش. تقوم مجاميع من الفتشية العسكرية بإجراء التفتيش الفحصي لآمرية معسكر واسط والوحدات الملحقة بها. الغاية من التفتيش زيادة الاستعداد القتالي وزيادة القدرة القتالية وتعزيز الجوانب الإيجابية. المفتشية العسكرية عملت بمنهج جديد باعتماد وزيادة درجات الجانب الاختصاصي أكثر من الجوانب الأخرى. باشرت لجان المفتشية العسكرية العامة ضمن خطة التفتيش لعام 21 بإجراء التفتيش الفحصي لآمرية موقع واسط والوحدات التابعة لها والوحدات المسندة، حيث كانت الوحدات مستعدة وجاهزة للفحص والتفتيش لغرض رفع جاهزية الوحدات من جميع النواحي. قامت لجان المفتشية العسكرية العامة بالتفتيش الفحصي لآمرية موقع واسط والوحدات الملحقة بها، وذلك تقييم العمل والأداء في المؤسسة العسكرية من قبل معلمي الجيش العراقي لإبداء المعلومات والتوجيهات الصحيحة التي من شأنها تطور مفاصل العمل في المؤسسة العسكرية. باشرت لجان مفتشية العسكرية العامة بإجراء التفتيش الفحصي إلى مدرسة الانضباط العسكري. المدرسة على تم الاستعداد من كافة النواحي كضباطا ومراتبا لهذا التفتيش. باشرت المفتشية العسكرية العامة بتفتيش الفحصي لمركز تدريب واسط ضمن الخطة التفتيش لعام 2021، وتضمن التفتيش عدة جوانب منها العمل المقر والجانب التدريبي والجانب الإداري والجانب الفني والرمي. ما هو الهدف سيادة العميد من هذا التفتيش؟ الهدف من التفتيش هو الوصول القطعات إلى أعلى مستوى من الجاهزية وبيان الضعف، نقاط الضعف والقوة للاستمرارية في عملية التدريب للوصول إلى الجاهزية العالية. تسعى لجان الفوتشيتو العسكرية جاهدة لنقل الخبرات والمعلومات والتوجيهات الرصينة إلى الوحدات والفرق لتكون دليل عمل مميز في المستقبل. من مركز تدريب واسط لإعلام وزارة الدفاع، علي سامي.